بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب طلاب بريبان، ده ان شاء الله هناخد ليسون مهم جدا، من الليسونز المهمة جدا في الترم. ولو فهمت الليسون ده يبقى الالجبرا خلاص خلصت. فالليسون ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ديفايدنج ان الجبريك اكسبريشن باي انذر وان. والله تعالى كده نشوف الكلمات اللي في التايتل. بقول لك ديفايد، انت فاهم يعني ايه ديفايد؟ ديفايد انا عارفها وما بحبهاش. الديفايد لما كنتش بتحبها كنت بتحلها بالمالتبلاي. يعني انا لو قال لي مثلا 15، لو قال لي فور اكزامبل 15 ديفايد 5، فانت يا مستر ما بحبش الديفايد، فانت كنت بتعمل ايه؟ تقول لي 15 ديفايد 5، يعني ال 15 هتقطعها كام 5؟ فانا ال 5 هعمل لها تايمز في كام عشان تجيب لي 15؟ 5 10 15، يبقى اكررها ثلاث مرات. يبقى ال 15 فيها كام 5؟ 3. طب يا مستر احنا هنعمل ديفايد بس باي ان الجبريك اكسبريشن. ازاي؟ هيجيب لي اكسبريشن جمله، والجمله ديت هعملها ديفايد. تعالى كده نفتكر اللي احنا خدناه في الترم. انا لو جبت لك وقلت لك اكس بلس 3 تايمز اكس بلس 2 كنت بحل ازاي؟ والله مستر احنا عارفين ان احنا بنحلها باي انسبكشن بسرعه. ازاي؟ ناخد الفيرست ملتبلاي الفيرست، اكس ملتبلاي اكس يبقى اكس سكوير، وعندك السكند ملتبلاي السكند، او اللاست ملتبلاي اللاست. 2 تايمز 3 بكام؟ ب 6. وده بوزيتيف وده بوزيتيف، يبقى يجيبوا لك بوزيتيف. ما تنساش الساين. طيب اثنين اللي في النص دول مع بعض، واللي هتطرف دول مع بعض، دول مع بعض بكام؟ ب 3x. دول مع بعض بكام؟ ب 2x. يجيبوا لك كام؟ هيجيبوا لي 5x. واشارتهم ده بوزيتيف وده بوزيتيف، يبقى كام؟ بوزيتيف. ده اللي احنا كنا بنعمله. طب الليسون ده هناخد ايه؟ ناخد بقى العكس. لما كان بيبقى عندي مساله ملتبلاي وبحولها لمساله ديفايد، انا لو قلت لك 3 تايمز 5 عايز تحولها لملتبلاي لديفايد، من الفاميلي العيله دي عايز احولها لديفايد، فكنت باخد الكبير ده واعمل له ديفايد على اي واحد من الاثنين. لو عملت له ديفايد على 5 يطلع كام؟ 3. طب ال 15 عملت لها ديفايد باي 3 يطلع 5. انا نفس الفكره، هتعمل ايه؟ هاخد ده اهو هعمل له ديفايد على اي براكت من الاثنين، يعني الاكسبريشن ده هعمل له ديفايد على الاكس باي 2، يبقى كده هيطلع لي كام؟ اكس باي 3. ده اللي احنا هنعرفه النهارده. فتعالى مثلا لو انا قلت لك اكس سكوير بلس 5x بلس 6 اعمل لها ديفايد باي، اعمل لها ديفايد على كام؟ على x بلس 2. احنا عارفين ان هيطلع x بلس 3. طيب هنحلها ازاي؟ بص يا باشمهندس، الاول دي اسمها لونج ديفيجن، لان انا مش هقدر اعمل ديفايد على طول. يعني لونج ديفيجن يعني مساله ديفايد فيها ستيبس، فيها خطوات، هم غالبا بيبقوا خطوتين. طيب ايه هي خطوات اللونج ديفيجن؟ خطوات اللونج ديفيجن موجوده عندك في السنتنس اللي بتقول لك داز ماكدونالدز سيل برجر. داز ماكدونالدز سيل برجر، داز باخد منها دي واعرف دول كويس، يبقى اول خطوه اول حاجه حرف عندي دي. ماكدونالدز باخد الام، سيل باخد الاس، برجر باخد البي. طيب الليترز دي ستاند فور ايه؟ يعني بترمز لايه؟ والله مستر الدي دي ديفايد، واصلا هي مساله ديفايد، فاول خطوه هتعملها ديفايد، بعد كده هتعمل عكسها. ام ده الملتبلاي، اس هتبقى ايه؟ السبتراكت، يبقى ماينس. برجر يعني برينج داون، بتنزل عليه الدور وتعيد خطواتك لو في حاجه اتبقت. تاني عندي 4 ستيبس، ديفايد داز ماكدونالدز سيل برجر، ديفايد ملتبلاي ماينس، بعد كده برينج داون. تعالى كده نشوف، تعالى نشوف لو جاب لك اول الفيرست بروبلم اللي احنا قلنا عليه اكس سكوير. بقول لك هنا ديفايد اكس سكوير بلس 5 اكس بلس 6 باي اكس بلس 2. والله مستر اهو كل اللي انت هتعمله، هتعمل اللونج ديفيجن الكبير اللي هو ده هيقعد جوه، اللي هو كام؟ اكس سكوير بلس 5 اكس بلس 6، اكس سكوير بلس 5 اكس بلس 6. برافو عليك، يبقى انا خلصت من ده. والصغير هيقعد بره، فين البره اللي عندك؟ اهو اكس بلس 2. بعد كده هتيجي تقول له خطوات الديفايد، ايه هي خطوات الديفايد؟ والله يا مستر موجودين في داز ماكدونالدز سيل برجر، ديفايد بعد كده ملتبلاي عكسها اهو ديفايد، تعالى نكتبها ديفايد ملتبلاي عكسها، بعد كده ماينس لان الديفايد بتقلل، بعد كده برينج داون نزل عليه الدور، ولو اتبقى حاجه عيد تاني من الاول. طب تاني ايه الفيرست ستيب عندي؟ اول خطوه عندك ديفايد. طب مين اللي عامله؟ هل كل ده هعمل له ديفايد على ده؟ صعب قوي. لا ما تخافش، هتعمل اول واحد اكبر واحد في دول مع اكبر واحد في دول. مين اكبر واحد في دول؟ اللي هي الاكس سكوير، واكبر واحد في ده اللي هي الاكس، وتعمل ديفايد كانك بتعمل ديفايد على تيرم، واحد على واحد كده، بشوف ضربات جزاء واحد من هنا مع واحد من هنا. طب انا هنا الاكس سكوير ديفايد الاكس، مستر ايه اللي بيحصل في الديفايد؟ خدناها قبل كده، النمبر على النمبر والليتر على الليتر. النمبر هنا كام؟ هنا ده 1 وهنا 1، فانا 1 ديفايد 1 ب 1، ما بكتبش ال 1.
بعد كده اكس سكوير ديفايد اكس، اكس سكوير ديفايد اكس، الاكس سكوير يعني الاكس مكرره مرتين على اكس واحد، فبتكون تبقى ماينس الباور. فانا كل اللي انا هعمله هو ماينس الباور، دي باور 2 دي باور 1، 2 ماينس 1 بكام؟ ب 1، يبقى اكس باور 1. بعد كده ايه اللي يحصل؟ يبقى انا خلصت الديفايد. ايه اللي بعد الديفايد؟ الملتبلاي. طب مين اللي هعمل له ملتبلاي؟ هو انت كنت واقف فين؟ كنت واقف هنا، يبقى ده اعمل له ملتبلاي في القريب له، دول اعمل لهم ملتبلاي في بعض عشان ادخل جوه تاني. اكس ملتبلاي اكس باكس سكوير، واكس ملتبلاي 2 مع بعض، الاكس اكررها مرتين يبقى 2 اكس بالبوزيتيف. خلاص عملت ملتبلاي ودخلت جوه المساله تاني. طب بعد كده يا مستر هتقول لي الماينس، ايه اللي بيحصل في الماينس؟ ما الماينس عكس البلس، فبغير الاشارات وبعد كده احطهم مع بعض واجمع، دي بوزيتيف اخليها ماينس، طب دي بوزيتيف اخليها نيجاتيف، وجمع اكس سكوير ماينس اكس سكوير اروح مع بعض 5 اكس ماينس 2 اكس يبقى ب 3 اكس. خلصت الماينس، برينج داون نزل عليه الدور، مين اللي هينزل اهو اللي فوقه في المساله الاصل يبقى بلس 6. مستر خلصت خطواتي بس المساله لسه فيها ريميندر، لسه فيها باقي، فانا اقوم عامل ايه؟ والله عيد خطواتك تاني، هتبدا بالديفايد تاني. طب مين اللي هعمل له ديفايد على التاني؟ مستر ما تتعبش نفسك، الاكبر واحد من دول مع اكبر واحد من دول اهو، نمبر على نمبر، 3 ديفايد 1 بكام؟ ب 3 اهو بالبوزيتيف لان دي اشارتها بوزيتيف. طب واكس ديفايد اكس وماينس الباور راحوا مع بعض. طب بعد كده انا كنت واقف فين؟ عند ال 3 دي، فانا ال 3 هعمل لها ملتبلاي الخطوه تاني. طب تعمل ملتبلاي في مين؟ في القريب لها، من القريب لها ده ولا ده؟ انسى بقى المساله اللي فوق دي، خلاص خلصت، اللي فوق ده مالكش دعوه بيه، خلاص انساه، ما عادش تلبخ نفسك بيه، خلاص انا مش عايز ده خالص، انا شغال على المساله الجديده هنا. انا خلاص واحد مثلا بيبني دور عماره وصل للدور الثاني، انسى الاول بقى، خليك في الدور اللي تحت اللي انت وصلت له الجديد. طب هنا ال 3 اعمل لها ملتي بلاي في الاكس، 3 ملتي بلاي اكس ب 3 اكس، ولازم تطلع اول واحده دي العلامه بتاعتك، وبعد كده ال 3 اعمل لها ملتي بلاي في 2 تبقى 6. خلاص اهو، يبقى انا كده عملت ملتي بلاي. طب ماينس بغير الاشارات واجمع، دي بوزيتيف اخليها نيجاتيف ودي بوزيتيف اخليها نيجاتيف، اجمع احطهم مع بعض 3 اكس ماينس 3 اكس راحوا مع بعض، 6 ماينس 6 راحوا مع بعض. خلاص المساله كلها خلصت، ما عادش حاجه انزلها ومفيش ريميندر، يبقى هنا طلع الكوشنت كام؟ اكس بلس 3. يبقى هنا الحل طلع كام؟ اكس بلس 3. هل دي فيها مشكله؟ طب تاني مساله ديفايد، عشان تحلها لازم انت تقوم عامل ايه؟ لازم انت تحلها بايدك، فانت وقف الفيديو وحلها تاني، او اصبر للفيديو ده لو ما فهمتش وحل بايدك. طب هنا بقول لك ديفايد ده باي ده، مستر هتعمل علامته اللونج ديفيجن، الكبير قعده جوه الصغير قعده بره، خلاص. طب انا هنا اهو هذا الواي ماينس 4، كل اللي انا هعمله هتقوم عامل ايه؟ عامل ديفايد. طب ديفايد، هل كل ده خطوات الديفايد؟ ديفايد ملتبلاي ماينس برينج داون، هي ديفايد فتبقى ديفايد، بعد كده عكسها ملتبلاي، بعد كده ماينس لان الديفايد بتقلل، بعد كده بنزل عليه الدور. طب انا هنا هاخد الفيرست على الفيرست، واي سكوير ديفايد الواي، مستر النمبر على النمبر، مين هنا النمبر؟ ده 1 وده 1، 1 ديفايد 1 ده 1، ما بكتبش ال 1. خلاص بعد كده واي سكوير ديفايد واي، هو ماينس الباور دي باور 1، واي سكوير هشيل منها اعمل لها ديفايد على واي يبقى في واي. خلصت اول خطوه. بعد كده ملتبلاي، ده يعمل ملتبلاي في مين؟ في القريب، يبقى ده هو هيعمل ملتبلاي في ده، في اللي فوق ده كله واي ملتبلاي واي اد واي سكوير. بعد كده واي ملتبلاي نيجاتيف 4 حطهم مع بعض يبقى نيجاتيف 4 واي. خلصت الديفايد، خلصت الملتبلاي، بعد كده بماينس، ايه اللي بيحصل في الماينس؟ غير الساين، غير الاشارات واجمع، هتغير اشارات دي بوزيتيف هتخليها نيجاتيف، دي نيجاتيف هخليها بوزيتيف، اجمع واي سكوير ماينس واي سكوير يعني حطهم مع بعض راحوا مع بعض، نيجاتيف 9 واي وبلس 4 واي، خسران 9 وكسبان 4 يبقى كام؟ نيجاتيف 5 واي. بعد كده بلس 20. بعد كده بعد ما عملت برينج داون هعمل ايه؟ مستر هتعيد خطواتك لان في باقي المساله لسه ما خلصتش، فانا هعيد خطواتي. ايه اللي ابدا بيه؟ الديفايد، نيجاتيف 5 ديفايد 1 بكام؟ نمبر على نمبر، نيجاتيف 5 ديفايد 1 بنيجاتيف 5. طب والواي ديفايد الواي راحوا مع بعض، ده اول واحده الديفايد. طب بعد كده هتاخد النيجاتيف 5 اللي انت جايبها دي وتعمل لها ملتي بلاي في الاثنين دول، نيجاتيف 5 ملتي بلاي واي، النيجاتيف 5 ملتي بلاي واي مع بعض يبقى نيجاتيف 5 واي، ولازم تطلع اول واحده عشان لما اعمل بلس لما اعمل ماينس يروحوا مع بعض لما اغير الاشارات. طب نيجاتيف 5 ملتي بلاي نيجاتيف 4 بالكالكوليتر او بدماغك، نيجاتيف ملتي بلاي نيجاتيف هيعملوا لك بوزيتيف،
و5 ملتبلاي 4 بتوين، لازم يطلعوا دول هم هم. طب بعد كده هعمل بلس، ايه اللي يحصل في البلس؟ والله مستر اللي بيحصل في البلس في الماينس بغير الاشارات، دي اشاره نيجاتيف تبقى بوزيتيف، طب ودي بوزيتيف تبقى نيجاتيف، مع بعض نيجاتيف 5 واي مع 5 واي يروحوا مع بعض، كسبان 2 وخسران 2 يروحوا مع بعض، فطلعت 0 0 فالمساله خلصت. فطلع الحل كام؟ واي ماينس 5. طب تاني اكس سكوير ماينس 5 اكس ماينس 14 باي اكس ماينس 7. والله مستر هتيجي تعمل علامه اللونج ديفيجن كبير جوه اكس سكوير ماينس 5 اكس ماينس 14 والصغير بره اهو اكس ماينس 7. الستبس بتاعت الديفايد ديفايد ملتبلاي ماينس برينج داون، ايه اللي يحصل بعد كده؟ ديفايد ديفايد ايه؟ فهمت؟ اكبر واحد من دول على اكبر واحد من دول، النمبر على النمبر، 1 ديفايد 1 راحت. بعد كده عندك اكس سكوير ديفايد اكس، ايه اللي يحصل؟ بماينس الباور 2، شيل منها واحده يبقى في هنا اكس. خلصت الديفايد. بعد كده عندك ها؟ خلاص كده الديفايد خلصت، انسى الديفايد خالص. بعد كده عندك ملتبلاي، ايه اللي يحصل في الملتبلاي؟ هاخد اعمل له ملتبلاي ده، اكس ملتبلاي اكس، اكس سكوير. اكس ملتبلاي نيجاتيف 7 مع بعض يبقى نيجاتيف 7 اكس. كده انا عملت ايه؟ خلصت الملتبلاي. ايه اللي يحصل بعد كده؟ الماينس. ايه اللي عليه الدور في الماينس؟ والله بغير الساين، بغير الساين عشان اجمع، لان الماينس عكس البلس، دي بوزيتيف فخليها نيجاتيف، طب دي نيجاتيف فخليها بوزيتيف، اجمع كده اكس سكوير ماينس اكس سكوير روحوا مع بعض، نيجاتيف 5 و7 خسران 5 وكسبان 7 يبقوا كام؟ يبقوا 2 اكس. خلصت الماينس. ايه اللي عليه الدور؟ برينج داون. مين هنا؟ نيجاتيف 14، فالنيجاتيف 14 ينزل اهو، ينزل يقف في المكان اللي انا واقف فيه. ها كده مستر مثال خلص، بس الديفايد لسه ما خلصتش، عد خطواتك تاني، ديفايد ملتبلاي ماينس برينج داون. اللي يحصل هنا الديفايد ده على ده، اكبر واحد من هنا مع اكبر واحد من هنا، هنا النمبر هنا كام؟ ده 1، 2 ديفايد ال 1 بكام؟ ب 2، اشارتها بوزيتيف. طب واكس ديفايد الاكس تقارب بعض، لان بقت اكس باور 0 بماينس الباور. مستر خلصت الديفايد اهو، ملتبلاي، ايه اللي يحصل في الملتبلاي؟ هتاخد التول اللي انت جبتها تعمل لها ملتبلاي في اقرب واحده لها، في دي في الاكس ماينس 7، الاكس اكررها مرتين يبقى 2 اكس مع بعض. طب و2 ملتبلاي نيجاتيف 7 بالكالكوليتر هتلاقي نيجاتيف 14، لازم دول يطلعوا هم دول. خلصت ها الملتبلاي. ايه اللي يحصل في الماينس؟ بعمل ايه في الماينس؟ غير الساين، دي بوزيتيف تبقى نيجاتيف، طب دي نيجاتيف تبقى بوزيتيف، بجمع كده 2 اكس ماينس 2 اكس راح مع بعض، 14 ماينس 14 راحوا مع بعض. طب انا هنا خلاص برينج داون، هل في حاجه نزلها؟ لا كله نزل، خلاص ما عادش حاجه في المساله. فيطلع الكوشنت بتاعك كام؟ اكس بلس 2. طيب تعالى هنا 2 اكس سكوير بلس 13 اكس بلس 15 ديفايد اكس بلس 5. تعالى نحل. حاول انت تسبقني، يعني حاول تسبقني عشان تشوف المشكله عندك في ايه. طب انا هنا 2 اكس سكوير اهو، بس انا هعمل علامه اللونج ديفيجن كبير جوه، ده 2 اكس سكوير بلس 13 اكس بلس 15 ديفايد باي اكس بلس 5. دي ايه؟ دي لونج ديفيجن. عرفت منين ان هي لونج ديفيجن؟ عشان بعمل ديفايد على حاجتين، لو بعمل ديفايد على حاجه واحده يبقى ده مساله ديفايد عاديه، دي انا نسيت اقولها لك. طب هنا دي لونج ديفيجن. طب انا هنا كل اللي هعمله خطوات الديفايد، ديفايد ملتبلاي ماينس برينج داون. طب لو جيت اشوف هعمل ديفايد، ديفايد مين؟ الفيرست على الفيرست، اول واحد من هنا مع اول واحد من هنا، لان ده اكبر باور عندي، نمبر على نمبر، 2 ديفايد ال 1 بكام؟ 2 ديفايد ال 1 ب 2 يبقى هنا 2، واكس سكوير ديفايد الاكس هماينس الباور، دي باور 2 باور 1 هماينس الباور تبقى باور 1 يبقى 2 اكس. بعد كده ايه اللي يحصل في الديفايد؟ والله اللي يحصل في الديفايد هعمل ملتبلاي، 2 ملتبلاي ال 1 بكام؟ 2 ملتبلاي ال 1 ب 2 يبقى هنا 2، واكس ملتبلاي الاكس باكس سكوير يبقى 2 اكس سكوير. بعد كده 2 اكس هعمل لها ملتبلاي في ال 5، مستر 2 ملتبلاي ال 5 النمبر في النمبر ب 10، دي بوزيتيف وده بوزيتيف يبقى بوزيتيف، والاكس ما فيش الا اكس واحده يبقى 10 اكس، او 2 اكس اكررها 5 مرات تبقى 10 اكس. خلصت الملتبلاي اهو، ماينس، ايه اللي بيحصل في الماينس؟ برافو عليك، بغير الساين واجمع، دي بوزيتيف هتبقى نيجاتيف، طب دي بوزيتيف هتبقى نيجاتيف، واجمع كده 2 اكس سكوير ماينس 2 اكس سكوير روحوا مع بعض، 13x ماينس 10x تبقى بكام؟ ب 3x اهو. خلصت
الماينس. ايه اللي يحصل في الماينس؟ والله اللي يحصل في الماينس بعد كده برينج داون، هتنزل على الدور. مين اللي على الدور؟ ال 15. الساين بتاعتها بوزيتيف. طيب خلاص عملت برينج داون زي ما انت قلت لي، بس المساله ما خلصتش. عيد تاني، اللي هم ديفايد ملتي بلاي ماينس برينج داون. ها ديفايد، هعمل ديفايد للاثنين دول؟ لا، على اول واحده الكبيره 3 ديفايد 1 بكام؟ ب 3، بوزيتيف 3. يبقى هنا هتطلع كام؟ بوزيتيف 3 اهو. طيب يبقى انا كده خلصت مين؟ الديفايد. ايه اللي يحصل بعد كده؟ الملتي بلاي. طب الملتي بلاي ال 3 هعمل لها ملتي بلاي في اللي فوق، ال 3 اكررها اكس تبقى كام؟ 3 اكس. وال 3 هعمل لها تايمز 5 تبقى 15 اهو. بعد كده ايه اللي حصل؟ مستر هعمل ماينس. ايه اللي يحصل في الماينس؟ ها؟ الماينس عكس البلس، فكنت بريح دماغي عكس اشارات اللي تحت، دي بوزيتيف تبقى نيجاتيف، طب ودي بوزيتيف تبقى نيجاتيف. 3 اكس ماينس 3 اكس راحوا مع بعض، 15 ماينس 15 راحوا مع بعض. فطلعت الانسر بتاعتي بكام؟ ب 2 اكس بلس 3. يبقى هي هتطلع 2 اكس بلس 3. ولو عايز تعمل تشيك على المساله وتتاكد، والله لو جيت اخدت اكس بلس 5 ملتي بلاي 2 اكس بلس 3، دول عملت لهم بلس، الفيرست في الفيرست اكس ملتي بلاي 2 اكس يبقى 2 اكس سكوير، سكند في السكند 5 ملتي بلاي 3 يبقى 15 اهو. تلاقي وهي واللي في النص دول مع بعض واللي على الطرف مع بعض هيجيب لك ال 13 اكس. عشان كده الليسون ده احنا خدناه اخر واحد، لاني لازم تبقى عارف كل دول. طب تعالى هسيب لك مساله وانت تحلها، وحاول ان انت تحلها، ده هسيبها لك. تعالى كده نشوف اكس سكوير ماينس 6 ماينس اكس باي اكس بلس 2. اقول لك بس دي فكرتها، دي الاول لونج ديفيجن، لان بعمل ديفايد على باينوميال على حاجتين، دي مش مترتبه، دي التركيه بتاعتك، فانا هرتبها. يبقى اكس باور 2 هي الكبيره، بعد كده الاكس المفروض الاكس باور 1 الساين بتاعتها هنا نيجاتيف، يبقى تاخد النيجاتيف اسحبها بالنيجاتيف بتاعها، بعد كده نيجاتيف 6 ديفايد على اكس بلس 2. حلها لي واكتب لي الحل في الايه؟ في الكومنت، شوف هيطلع كام. بكده يبقى الليسون بتاعنا انتهى، ولو انت عايز يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو واعمل لايك. ولو انت مش مشترك في القناه شرفنا بالاشتراك في القناه. التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.